شو تريدنا يعني احنا نظل احنا معلقين بيكم وظلين بين حالنا وما نسويتونا كعكة وأكلتونا وقسمتونا وقبلنا وسويتونا إلك حصتي وإلى حصتك مثل أيام رحلة الشتاء والصيف لكم دينكم ولي ديني وسكتنا أخذتوا ماكو حتى البطاقة تموني يا عمي خليتونا الحين ترى على ذاك الرجال قمنا الحين قلت لنا احنا شبعانين مغمة وسجون وترهيب وقتل بس عمي خي يرجع بطلنا خي يرجع عما يمكن نصكم هسه تنتخبون صدام إذا رجع عمي بطلنا عمي كان سعر البرميل ب$22 البرميل ب$22 شو تقولوا لي كم مادة غذائية تستلمون بالبطاقة التموينية كم مادة غذائية 20 مادة من الأشقال صابون وتايت وحليب أطفال وحليب كبار وشكر وتمن وحق الدنيا تحترق من البطاقة التموينية هسه شو اجوا الجماعة شو ما أدري شو يعني استغفر الله العظيم كم سنة صار اليوم صار لنا 6 سنين بطاقة تموينية ماكو الله يساعد الفقراء عمي الله يساعد الأرامل الله يساعد أم الشهيد الله يساعد زوجة الشهيد الله يساعد أطفال الشهداء الآن هذول اللي إجوا ماذا صنعوا للشيعة وهذا السؤال المهم هذا السؤال للشيعة الآن تفضل أنت هاي مدينة النجف صغيرة وهاي عاصمة الشيعة الأولى والكبرى في العالم هنا مقر المرجعية الشيعية العليا هنا مراجع الشيعة هنا الحوزة العلمية هنا مقام علي بن أبي طالب عليه السلام اطلع مولانا هنا بالشارع وشوف الزبالة أجلك الله الموجودة في الشارع زين هذا صار لهم 13 سنة الحكومة بيتهم والمحافظة بيتهم ومجلس المحافظة بيتهم ما عندنا واحد من تكريت جاي لهنا زين اسأل هاي الناس اطلع لهم بالشارع قول لهم يعجبكم هذا الوضع ولا وين راحت ميزانيات العراق من 2003 للآن هل انبنى شارع تبلط شارع انبنت مستشفى شنو اللي صار بالعكس يعني وزراء صدام ذاك الوقت انزه بكثير ماكو واحد يبوك صدام مات وزراء صدام افضل اسأل العراقيين سووا استطلاع انت مو عندكم فضائية سووا استطلاع زين الان سقط النظام صار له 13 سنة زين وثائق النظام البائد موجودة زين صدام حسين عنده 600 عقار بين قصر وفيلا واستراحة و كلهن مسجلات باسم ديوان رئاسة الجمهورية ماكو شيء باسم صدام حسين الشخصي زين هذول لا بنوا للديوان رئاسة الجمهورية لا بنوا للدولة وميزانية العراق ما تدري وين راحت خارج العراق ماكو أموال إلهم يعني هاي عائلة صدام عائلة طارق عزيز شنو الأموال اللي عندهم وكلها واضحة الأمور زين أخذ صدام قبل السقوط مبلغ هائل من العملة الصعبة سلمها العزة الدوري لمصالح الحزب مو لمصالح شخصية زين 35 سنة أنت الآن وين ما تمشي الطرق عصر صدام حسين البنايات الوزارات اللي يداومون بها الوزراء الآن بأيام صدام يا أخي اسأل العراقيين اسألهم قول لهم يا عراقيين يا مستشفى صارت لكم من يوم سقوط صدام إلى الآن وين منو بناها اكو وزير فشلتونا طيحتوا حظنا بواقين حرامية خربتوا البلد رجعتوا العراق الى الاف السنين يمكن الى الوراء عشرات السنين الى الوراء ان لم نكن حتى لا نبالغ مع الاسف الان شلون بالله عليك الناس بس تريد تهج من العراق مع الاسف من وصلنا لهالمرحلة وصلنا ذولا اللي أتباع المنطقة الخضراء أنه في بعض الجوانب صدام الظالم الدكتاتور أشرف من هؤلاء في بعض الجوانب صحيح للإنصاف يعني في بعض الجوانب صحيح صدام هم بناس صدام ما سجل شيء من هذه المباني والقصور باسمه كلها مسجلة على الدولة يعني على ملاكات الدولة قصور رئاسية يعني مملوكة رسميا قانونيا على الأقل مملوكة للدولة هذول استولوا عليهم سموه بأسمائهم وأسماء أبنائهم كأنه يعني شلون مال أبوهم لما الأمريكان يقولون الشيعة مو أهل حكم جربناهم طيناهم حكم بعد سقوط النظام ما طلعوا ناس كفؤين لإدارة الحكم هذا واقع هاي أحزابكم وهاي قياداتكم أنا كتبت هذا الشعر قبل أيام أقول فيه أحب الصدر من يعشق عطر صدام أحب الصدر من يعشق عطر صدام وأحب البعث أنا بحوز صدري أحب الصدر من يعشق عطر صدام
وحب البعث آن بحوزة صدرية وكره الطائفي اللي يسب صدام وكره الطائفي اللي يسب صدام وكره البعث آن الآذى صدرية